تحت شعار الإمارات معك لبنان، رست سفينة المساعدات الإنسانية الإماراتية في مرفأ بيروت وعلى متنها 2000 طن من الإمدادات الإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله. وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً على وقوفها إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة، إن كان عبر الجسر الجوي اللي لازال عم يوصل على لبنان بالمواد الطبية والإغاثية والغذائية، أو كان كذلك بهيدا الجسر البحري، واللي هو بيشكل بالنسبة لنا رسالتين كتير مهمين. رسالة أولانية هي تضامن مع لبنان، وكذلك يعني رسالة تدعم في جهود إن كان العاملين الإغاثيين أو الصحيين، ونقدر كذلك موقف دولة الإمارات العربية المتحدة حقيقة بدعم الموقف الدبلوماسي للحكومة. لجنة الطوارئ الحكومية تعمل على إيصال المساعدات لإغاثة النازحين الذين وصل عددهم إلى 1,200,000 شخص بسرعة وشفافية. باسم الشعب اللبناني الشكر الكبير والاحترام والتقدير لشعب الإمارات وللقيادة السياسية بالإمارات اللي هي دائما توقف إلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب كل المآسي والكوارث التي يمر فيها لبنان. اللي ما شفنا نحن إلا كل الخير وكل الدعم. بشكل يومي منبلغ المحافظين شو عندنا نحن مواد، وهن بيرجعوا بنرجعوا بنزلهم إياها على المناطق، وهن بيعملوا على توزيعة يا للبلديات يا لمراكز الإيواء. هالمساعدات اللي إجت الطبية أو الإيواء والغذاء كله تحدد من الهيئة العليا للإغاثة لجنة الطوارئ وأكيد وزارة الصحة، على أساس هالأولويات اللي أرسلت لدولة الإمارات عم تنبعث. مع وصول هذه السفينة إلى مرفأ بيروت حاملة على متنها 1,000 طن من الإمدادات الإغاثية و1,000 طن من مستلزمات الإيواء المتنوعة، يصل حجم المساعدات الإماراتية التي أرسلت حتى الآن إلى 2,610 أطنان. جواً وبحراً تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية الحثيثة لدعم الأشقاء اللبنانيين من جراء تداعيات الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان. هي رسالة إنسانية بامتياز لدعم لبنان في ظروفه الاستثنائية الحالية، ومؤشر قوي على العلاقات المتينة والمتميزة بين دولة الإمارات ولبنان. لقنوات أبوظبي، غيدة جبيلي، بيروت.